الفعاليات هنا في قمة المناخ كوب 27 لا تتوقف، تقريبا على مدار أكثر من 20 ساعة يوميا تتواصل هذه الفعاليات وهذه الجلسات وهذه الورش في مختلف وشتى المواضيع والملفات التي تؤثر على البيئة والتغيرات المناخية، سواء كانت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بطبيعة الحال أيام المؤتمر المختلفة كل يوم له اسم خاص أو طبيعة أو سمة خاصة به. بالأمس كان يوم التمويل، اليوم هو يوم البحث العلمي والشباب وشباب المستقبل أو أجيال المستقبل. إذا بدأنا بجلسات اليوم والبحث العلمي، البحث العلمي هو جزء من خريطة كاملة أو من خطة كاملة للتعامل مع التحديات المناخية والتغيرات المناخية بشقين. الشق الأول هو التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث على أرض الواقع، إما بزيادة درجة المئوية الخاصة بالاحتباس الحراري التي وصلت إلى 1.5 تقريبا من درجة مئوية، وفي محاولات لعدم وصول هذه الدرجة لـ2 درجة مئوية، وهي فكرة التكيف. التكيف يكون إما بالتعامل بالطرق الصديقة للبيئة واختراع الأفكار الجديدة، أو حتى بالتوقف عن استخدام وسائل معينة أو وسائل من الممكن أن تؤدي إلى انبعاثات كربونية، أو استخدام مواد بشكل عام تؤدي إلى الانبعاثات الكربونية. هذه نقطة متعلقة بالتكيف. أما هناك نقطة أخرى أيضا، وهي نقطة الابتكار. الابتكار هي وضع خطط جديدة وأفكار جديدة لاستخدام وسائل صديقة للبيئة وأيضا مواد صديقة للبيئة. على سبيل المثال الطاقة الهيدروجينية، وهي الأهم في هذا الوقت في حقيقة الأمر. الطاقة الهيدروجينية يتم استخراجها من المياه عن طريق الإلكترونات الكهربائية التي تفصل جزيئات المياه، ويتم استخراج الهيدروجين ليتم استعماله فيما بعد كطاقة نظيفة أو هيدروجين أخضر. لكن حتى جزيئات الهيدروجين التي يتم استخراجها من الماء تنقسم إلى 90% هيدروجين أخضر، وأيضا 10% فيما يطلق عليه الهيدروجين الأزرق. هذا الهيدروجين به جزء بسيط من الانبعاثات الكربونية، ولكن هناك محاولات لتطويع هذا الجزء أيضا ليكون أيضا جزء من الخطة الخاصة بالتعامل بالطاقة الجديدة بشكل عام. هذه نقطة. لكن سواء كانت الأفكار الخاصة بالتكيف أو الأفكار الخاصة بالابتكارات الجديدة، يلزمها بالطبيعي في طبيعة الحال التمويل. التمويل اللازم له أيضا أجزاء عديدة وأجزاء مختلفة. الجزء الأول هو اتفاقيات خاصة بالدول في كوب 26 في جلاسكو أو مؤتمرات المناخ الأخرى في باريس على سبيل المثال، بعد أن اتفقت الدول الرائدة أو الدول الصناعية الكبيرة على تمويل الدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية. هذه نقطة. أو حتى تعويض الدول النامية عن تأثرت بسبب تأثرت التغيرات المناخية داخل هذه الدول النامية، تأثرت بشكل مباشر بسبب الدول الصناعية وبسبب الانبعاثات الكربونية التي خرجت من الدول الصناعية. ولكن بطبيعة الفترة الماضية والأحوال الصحية التي مر بها العالم كله، وهو بالطبع كورونا، اللي توقف هذا التمويل وتوقفت الخطط عن أن يتم تنفيذها على أرض الواقع. لذلك سمة كوب 27 هو الامبلمنتيشن أو التنفيذ الفعلي لكل هذه الخطط، سواء كانت تم الاتفاق عليها من قبل أو حتى سيتم الاتفاق عليها قريبا، أو حتى قرارات جديدة على أن يتم تنفيذها على أرض الواقع. جزء التمويل أيضا ربما لا يتوقف فقط عند 100 مليار دولار، ولكن هناك جزء تمويل علمي. من الممكن أن يكون التمويل علمي أي اختراع الأفكار الجديدة الخاصة بالشباب والأبحاث العلمية بالشباب. وهذا هو سمة اليوم. سمة اليوم دعني أسألك عن تصريح خاص. نعم أسمعك. اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي، وكان هناك تصريح خاص من رئيس أكاديمية البحث العلمي أن هناك 24 مشروعا من 25 جهة بتتنوع هذه المشاريع في كافة مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من يعني الاقتصاد الأخضر مثل ما نقول. نعم،
نعم بالطبع، المشاريع بشكل عام سواء كانت هنا في مصر أو غير أرض مصر هي الهدف منها في الأساس لتكون مشاريع صديقة للبيئة. الاقتصاد الأخضر هو جزء من المشاريع الصديقة للبيئة. إذا تحدثنا عن فكرة المشاريع المختلفة فهناك المشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر التي بدأت مصر بالفعل في تطبيقها هنا على أرض مصر، ولكن أيضا هناك اتفاقات مختلفة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأيضا سلطنة عمان على إنشاء مصانع جديدة تعمل بالهيدروجين الأخضر وأيضا تصنيع الهيدروجين الأخضر في حد ذاته. ولكن هذا جزء من المشروعات، ولكن هناك أيضا مشروعات خاصة ضمن المبادرات المختلفة مثل مبادرة التحول للأخضر وأيضا المبادرات التعامل بالغاز الطبيعي. وكل هذه المبادرات هدفها في الأساس تقليل استخدام الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على التغيرات المناخية أو تؤثر على الاحتباس الحراري بشكل عام. لذلك هذه ربما جزء من المشروعات التي يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأيضا فيما يتعلق بالمشروعات، بالأمس أطلق نائب الرئيس الأمريكي السابق لاجور مسابقة المناخ، مسابقة المناخ وهي مسابقة خاصة بالمشاريع الجديدة. لكل دولة من حقها أن تقترح مشروع خاص بها، وبالطبع هناك يعني فائز، ولكن ليس فائز بمعنى فائز، ولكن سيكون له التمويل الأكبر لتنفيذ هذه المشروعات الصديقة للبيئة. ولكن كما ذكرت ليس في مصر فقط، ولكن هو تكاتف دولي بشكل عام. إذا أردنا أن نتحدث عن مصر، هناك فكرة الشباب. منذ فترة قبل بداية كوب 27 الورش الرئيسية كان هناك مؤتمر الشباب، مؤتمر المناخ الخاص بالشباب وهو كوي 17، والذي شارك فيه العديد من الشباب بأفكارهم، وهو نموذج مصغر من كوب 27. شاركوا في أفكارهم المختلفة وخرجوا أيضا بتوصيات ليتم تقديمها لصناع القرار هنا في كوب 27. اليوم هو هذا اليوم الذي يقدم فيه الشباب أفكارهم لصناع القرار على أمل الحصول على توصيات جديدة، وعلى أمل أيضا المساعدة في تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع. وسيكون هناك أيضا مسابقة جديدة للشباب سيتم اليوم التحكيم فيها للخروج بأفضل المشاريع الخضراء المتعلقة بالشباب، عفوا المشاريع الخضراء التي تخرج من أفكار الشباب في محاولة أيضا لتنفيذها، ولكن تنفيذها ليس في مصر فقط، ولكن في محاولة لإطلاق هذه المشاريع حول العالم. وهناك ليس فقط حول العالم، لكن هناك أيضا توجه خاص للتعامل مع القارة الإفريقية. القارة الإفريقية بها الكثير من الدول النامية التي تأثرت بشكل مباشر، وكنا تحدثنا مع العديد من دعني عند ذكر الدول الإفريقية كريم كيفية. عند ذكرك للدول الإفريقية هناك مبادرة قوية جدا وهي سوق إفريقيا للكربون، وهي مبادرة مهمة جدا وبتولي اهتمام كبير قوي من الاستثمار في المناخ في الدول الإفريقية. بالطبع هذه يعني ربما المبادرة لها هدف أسمى ورئيسي تحدثنا عنه بشكل عام على مدار الأيام السابقة، وهو تخفيف الانبعاثات الكربونية، وهو ما يمكن أن نربطه بفكرة ماذا إذا لم يتم إعطاء هذا التمويل من الدول المتقدمة أو الدول الصناعية لتعويض الدول النامية أو الدول الأفريقية. ستأتي هذه المبادرة التي ذكرتيها بالفعل ليتم تطبيقها على أرض الواقع، وهو التعاون الأفريقي للتعامل مع الانبعاثات الكربونية. وهي أيضا جزء من هذه المبادرة عدة ملفات. الجزء الأول هو التحول للزراعة من جديد وزيادة رقعة المساحات الزراعية المختلفة، وأيضا الجزء الآخر هو الحفاظ على الأمن المائي والحفاظ على الحصص المائية المختلفة بين الدول الأفريقية، مما يؤثر بشكل مباشر بطبيعة الحال على الأمن الغذائي. والقارة الأفريقية هناك دول عديدة في القارة الأفريقية عانت بالفعل من الأمن الغذائي، وقد وصلت بعضها أيضا إلى المجاعات، وهذا أيضا بسبب جزء منها بالطبع هو بسبب
التغيرات المناخية. لذلك جزء الأمن المائي والأمن الغذائي وبطبيعة الحال إذا ربطنا كل هذه الملفات فالهدف الرئيسي منها هو عدم التأثير بشكل سلبي على أرواح البشر والحفاظ على عيشة أو حياة كريمة للمواطنين بشكل عام، سواء كانوا مواطنين في القارة الأفريقية أو حتى غير القارة الأفريقية. كنا نتحدث عن أن العولمة هي فكرة، مجرد فكرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى التلفزيون أصبح جزء من العولمة، لكن أيضا يبدو أن هناك ما يطلق عليها العولمة المناخية، أي أن الدول والقارات وغيرها تتأثر بشكل عام بالممارسات غير الصديقة للبيئة التي تؤثر بشكل عام على العالم أجمع. هناك أيضا في حقيقة الأمر كنا لنا حديث خاص في القناة الأولى المصرية مع نائب الرئيس الأنغولي في حقيقة الأمر، وتحدثنا خصيصا في هذه النقطة عن مبادرة تخفيض الانبعاثات الكربونية الأفريقية، وتحدثت عن أن التكاتف الأفريقي هو الأهم، وذكرت بالفعل الملفات الخاصة بالزراعة وغيرها. هناك أيضا مصطلح في حقيقة الأمر ظهر جديدا وهو الديمقراطية المناخية، Climate Democracy. وعندما تحدثت مع الخبراء الذين أطلقوا هذه المبادرة تحدثوا عن أهمية إعطاء الفرصة لخبراء المناخ بالتصويت داخل أيضا الجلسات المختلفة التي تناقش التحديات المناخية، لوضع أيضا لطرح الأفكار المتنوعة. لذلك كوب 27 ويعد فرصة كبيرة لعرض الأفكار وأيضا ابتكار الأفكار المختلفة بشكل عام، ولتصل كل هذا في نهاية الأمر للسمة الرئيسية للكوب 27 وهي الإمبلمنتيشن أو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. من ضمن يعني متابعتي خلال اليوم لبعض الجلسات والفعاليات كان هناك الحديث عن أزمة الغذاء، وإن في مصر الآن هناك مشروعات بتقام على الزراعات الذكية، وده طبعا علشان هو قطاع مسؤول عن الأمن الغذائي وهو معني بشكل كبير جدا عن أزمة المجاعة التي تحدث في العالم كله. طبعا صحيح، حدثنا أكثر عن هذه مشروعات الخاصة بالأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو ملف رئيسي وهام جدا كما ذكرنا، لأن الغذاء بشكل عام يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، لأن الاحتباس الحراري يؤثر على أمطار المياه، وإما بزيادة الأمطار مما يؤدي إلى إتلاف الأراضي الزراعية، أو يؤثر بشكل سلبي بوجود الجفاف على سبيل المثال في بعض الأراضي، مما أيضا يقلل من المساحات الزراعية التي تؤثر كما ذكرتي على الأمن الغذائي. إذا تحدثنا في البداية عن مصر، مصر لها دور خاص في التعامل في زيادة الرقعة الزراعية ومحاولة استخدام الوسائل الصديقة للبيئة في تطوير الزراعة، وأيضا تطوير التعامل مع الأراضي الزراعية مثل الري مثلا، وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط. الري بالتنقيط يوفر المياه بشكل عام، وتوفير المياه هو أيضا جزء من الحفاظ على موارد الدولة، وهو أيضا جزء من الحفاظ على يعني الحد من التغيرات السلبية المناخية. هذه نقطة. هناك نقطة أيضا وسائل الزراعة الحديثة. وسائل الزراعة الحديثة هي الوسائل التي كنا نتعارف عليها زمان، المتعارف عليها فيما مضى. يعني زمان كان بيتعرف البيوت الزجاجية، البيوت الزجاجية اللي بيتم زراعة فيها يعني المحاصيل المختلفة في غير زمنها أو في غير الموسم الخاص بها، ولكن هذا كان يحتاج إلى دعم لوجستي ومكلف جدا في حقيقة الأمر. وهناك أيضا طرق جديدة حديثة لاستخدام الطرق الأمثل للحفاظ على الطاقة الكهربائية، مما لأن الطاقة الكهربائية يتم استخدامها في البيوت الزجاجية لتغير يعني درجة حرارة المناخ داخل هذه البيوت. لذلك هناك طرق للحفاظ على هذه الوسائل لتكون صديقة للبيئة، وأيضا جزء منها هو استخدام أو دمج الوسائل أو الموارد البيئية المختلفة لتخرج بنتيجة صديقة للبيئة. على سبيل المثال هناك الآن استخدام المزارع السمكية، يتم استخدام المياه التي يتم فيها زراعة
زراعه الاسماك اي وضع الاسماك في بحيرات صغيره تعيش داخل هذه المكان وعبر دوره حياه الأسماك داخل هذه البحيرات عن طريق بالطبع أكل الطعام الخاص بهذه الأسماك والدورة الخاصة بفضلات الأسماك وغيرها داخل هذه المياه. يتم استخراج الأسماك خارج هذه المياه ويتم استخدام المياه لزراعة وتكون في حقيقة الأمر مياه ثرية جدا بجميع المعادن التي تحتاجها الأرض الزراعية، وفي نفس الوقت هي زيادة للثروة السمكية عن طريق مياه أيضا نظيفة. ويتم إعادة تدوير هذه المياه وإعادة تدوير الأسماك في حلقة مستمرة ومتكاملة حتى لا يتم هدر المياه ويتم أيضا زيادة الثروة السمكية. هذا إذا تحدثنا عن مصر فقط. ماذا عن مشاركات مصر لهذه الأفكار مع الدول الصديقة سواء الدول العربية أو حتى الدول الأفريقية أو حتى دول العالم بشكل عام؟ كوب 27 هي فرصة لنقل الأفكار في حقيقة الأمر وفرصة للتعاون الثنائي بين البلاد وأيضا التعاون المتكامل بين جميع البلاد، ربما يكون تعاون ثلاثي تعاون أيا كان عدد المتعاونين، فهي فرصة لعرض هذه الأفكار. مصر لها باع كبير في نقل الأفكار للقارة الأفريقية والدول الأفريقية. يعني على سبيل المثال هناك استثمارات زراعية مختلفة لبعض الشركات المصرية في كينيا على سبيل المثال، في غينيا على سبيل المثال، وأيضا خلال حديثنا مع بعض القادة الأفارقة الذين تواجدوا هنا في كوب 27 تحدثوا عن الدور المصري الكبير الرائد في التعامل مع البيئة، وكانت هناك في حقيقة الأمر ذكر لمبادرة حياة كريمة وكيف أثرت على المواطن المصري بشكل عام، لأن حياة كريمة لا تتعلق فقط ببناء البيوت ولكن أيضا بناء الإنسان وتوفير فرص العمل وأيضا توفير فرصة الرقعة الزراعية وزيادة الزراعة. تحدثوا عن أنها مبادرة ملهمة يتم الآن بالفعل استلهام الأفكار من هذه المبادرة ليتم تطبيقها في القارة الأفريقية أو في بعض الدول الأفريقية داخل القارة الأفريقية. هذه أيضا نقطة هامة تتعلق بالتعاون بين مصر والدول الأفريقية.